السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنحل كل المشكلات المتعلقة بالطابعة. في أوقات كتير بنيجي نستخدم الطابعة اللي موجودة عندنا فبنلاقي إن الطابعة لا تعمل. طب هنحل المشكلة دي مع بعض ازاي؟ لو حضرتك حابب تتابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض أرجو إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الأولانية اللي احنا هنعملها عشان نحل أي مشكلة بالطابعة إن حضرتك تتأكد من كابلين. الكابل الأولاني هو كابل الباور، وده هتعرف إن هو سليم وتمام لما بتوصل الطابعة بتاعتك بتلاقيها بتنور أو بتستجيب أو الشاشة بتاعتها بتضيء. تمام. الكابل التاني وده مهم جدا وممكن يكون المشكلة موجودة فيه هو كابل اليو اس بي. طيب أنا هتأكد إن كابل اليو اس بي متوصل سليم ازاي؟ هتفتح أي ملف حضرتك عندك وتيجي تبص على الطابعة بتاعتك هتلاقي ان هنا غير متصلة. لو حضرتك كنت موصل كابل اليو اس بي ولقيت الطابعة بتاعتك غير متصلة يبقى اعرف ان هنا في خطأ في كابل اليو اس بي، الكابل ده كده غير سليم وتحتاج ان انت تغيره لان الطابعة بتاعتك مش متصلة. طيب لو كان الكابل تمام وشغال هتلاقي يظهر قدامك الرسالة دي. بص حضرتك هو هنا بيقول يتم الان الاتصال بالطابعة، وفي نفس الوقت ظهرت قدامك الطابعة جاهزة للعمل. دي اول خطوة لازم تعملها عشان تتأكد. يبقى هنا كده العطل مش موجود في الطابعة، لا العطل موجود في الكابلات. طب هنيجي الخطوة مهمة جدا، حضرتك هتروح رايح على اللي هي لوحة التحكم، تمام كده، وبعد كده تروح عند حاجة اسمها استكشاف الأخطاء، هتضغط عليها وبعد كده تروح عند حاجة اسمها استخدام الطابعة، تمام، وهتظهر معاك اللي هي الشكل ده اللي هو استكشاف مشاكل الكمبيوتر وإصلاحها والمساعدة في منع هذه المشاكل. هو بيقول لك طابعة، البحث عن مشاكل الطابعة وإصلاحها. كده جهاز الكمبيوتر هو اللي هيتولى إصلاح الخطأ مش حضرتك. تضغط على التالي، تمام كده، وهيبدأ يعني هنا بقى يتحقق من شوية حاجات كده اللي هي خدمة المخزون المؤقت بتاع الطابعة. كل اللي انت هتعمله هتنتظر، تمام كده، هو لما هو هيصلح كل الأخطاء. هو هنا هيظهر لك قائمة بالطابعات اللي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر. انت الطابعة اللي فيها مشكلة هتختارها. انا هنا مثلا هقول له اللي هي الطابعه الاولانيه اللي هي اتش دي ديسك جيت 2600، واضغط على التالي وانتظر لحديت ما يخلص لي بحث عن المشكله اللي كانت موجوده، تمام كده. هو هنا بيقول لي تعيين الطابعه دي كطابعه افتراضيه. من ضمن المشكلات اللي احنا بنقع فيها ان حضرتك بتبقى الطابعه دي مش مختارها كطابعه افتراضيه، فبيجي انت تدي امر الطباعه الطابعه ما بتشتغلش. ليه؟ لان الطابعه في طابعه تانية افتراضيه على جهازك. هوري لحضرتك الموضوع ده بالتفصيل. بص حضرتك لما تفتح برضو كنترول بانل وتروح عند حاجه اسمها الاجهزه والطابعات، لاحظ بقى معايا حضرتك الطابعه اللي انا بحل فيها المشكله دلوقتي اللي هي اتش بي جيت 2600، تمام كده. الطابعه دي مش معموله كطابعه افتراضيه، الطابعه الافتراضيه اللي موجوده عندي اللي هي اتش بي ليزر 1005. فبالتالي انا لما بدي امر من الطابعه اللي هي اتش بي جيت 2600 ما بتنفذوش لان الطابعه الافتراضيه اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعي هي اتش بي ليزر جيت 1005. طيب هنحل المشكله دي مع بعض ازاي؟ هنزل الحته ديت كده لتحت وابدا اطبق الاصلاح اللي اتطلب مني اللي هو هحول الطابعه اللي هي اتش بي جيت 2600 لطابعه افتراضيه. هعمل حاجه اسمها تطبيق الاصلاح، هننتظر مع بعض لحظات، تمام، ونشوف ايه اللي هيتم. هنا طبعا بيقول لي تم العثور على بعض المشاكل، تمام كده، تم الاصلاح، يبقى تم اصلاح المشكله. طب هقفل دي، هرجع تاني لكنترول بانل بتاعتي عند الاجهزه والطابعات. لاحظ حضرتك هتتحول طابعه اللي هي اتش بي جيت 2600 لطابعه افتراضيه. طيب فرضنا ان برضو المشكله اللي عندك ما اتحلتش، هتحلها ازاي؟ بص حضرتك هتروح واقف على الطابعه نفسها اللي فيها المشكله، تعمل كليك يمين وتعمل حاجه اسمها استكشاف المشاكل وحلها، تمام كده، وهتسيب الموضوع ده لحديت ما ينتهي، تمام كده، هوت لحظات بسيطه. هو هنا بيجمع كل المعلومات اللي موجودة عن الطابعة وبيتأكد ان الطابعة بتاعتك شغالة ما فيهاش اي مشكلة في التعريفات او في الاتصال بجهاز الكمبيوتر. هو هنا ما اظهرش اي رسائل خطأ، يبقى الطابعة بتاعتك ديت سليمة ما فيهاش اي مشكلة. ناجي الخطوة مهمة تانية هي ان انت تتأكد من تعريف الطابعة بتاعتك متثبت على جهاز الكمبيوتر بتاعك والتعريف ده تمام ما فيهوش اي مشكلة. طب هنعمل ده مع بعض ازاي؟
انت هتروح على قائمة اللي هي ستارت اف عليها، وتعمل كليك يمين وتضغط على حاجة اسمها إدارة الأجهزة، وهتنتظر لحد ما إدارة الأجهزة تفتح معاك. هتفتح معاك بالصورة ديت، هنبدأ ننزل لما ندور على حاجة اسمها الطابعات، تضغط عليها هتلاقي الطابعة بتاعتك موجودة اللي هي اتش بي جيت 2600، تمام. تعمل عليها كليك يمين، تعمل حاجة اسمها تحديث برنامج التشغيل، تمام كده، وتعمل حاجة اسمها البحث التلقائي عن برامج التشغيل، تمام. هو هنا بيقول لي لقد تم بالفعل تثبيت أفضل برامج التشغيل لجهازك، تمام كده. هو ممكن أعمل حاجة اسمها البحث عن برامج تشغيل محدثة عن طريق الويندوز، تمام كده. هو يبدأ الويندوز لو فيه تحديثات هيبدأ يحطها على جهازك، فأنا هقول له التحقق من وجود تحديثات وأسيبه، لو في أي تعريف جديد للطابعة بتاعتك هينزله. طبعا دي الأهم الخطوات اللي حضرتك هتعملها على الكمبيوتر بتاعك عشان لو في أي مشكلة ظهرت على الطابعة بتاعتك يتم حلها بمنتهى البساطة. بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.